خير من الله وأمان ونعمة من الله ونخلي إن شاء الله الأمان ويستر على أمة محمد وإحنا معه. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا نعتقد أن هناك أجندة يمارسها البعض داخل البيت العراقي، وقد يكون البعض من خارج البيت العراقي يمارسها لتفتيت وحدتنا، لتمزيق صفوفنا، لتشتيت كلمتنا. أحذر من الوقوع في شباك مثل هذه الأجندة وهذه المؤامرات. For the celebration to come out and celebrate, to unite with everybody and to with friends and everyone, just to express our feelings and the happiness. And that's all. It's just a day to remember for tomorrow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.